بنتحول إلى الإسكندرية الآن. محمد مبروك إليك، والصورة من خلفك تتكلم وتحكي الكثير، وهناك يعني حشود كبيرة من ورائك نراها ورفع للأعلام. اتفضل انقل لنا الأجواء كما ترصد. مساء الخير مجددا نوران. كما وصفتي بالفعل المشهد هنا يصف نفسه بنفسه، عدة آلاف يمكن أن تشاهديهم الآن في شارع واحد فقط، أربع تجمعات أو مدارس، يعني هذه هي مدارس أو مقار انتخابية تضم عدة آلاف من الناخبين. هذا الشارع أمام مدرسة الرأسة السوداء بمنطقة السيوف، تجمع الآلاف الآن منذ بداية الشارع وحتى 100 متر انتهاء بمقر اللجان الانتخابية. هناك عدد من أنصار الفريق أول عبد الفتاح السيسي يرفعون صورا له داخل الشارع، يعبرون عن مشاركتهم في هذا الاستفتاء ويربطونه بتأييدهم للفريق أول عبد الفتاح السيسي. الوضع في منطقة السيوف يختلف تماما عن باقي الإسكندرية. قبل ساعة من الآن كان هناك الداعية الإسلامي ياسر برهامي، وهو أيضا أحد القياديين البارزين في حزب النور، كان قد أدلى بصوته في هذه المنطقة. هناك أيضا عدد كبير من المسؤولين والقيادات البارزة في الجيش والقوات المسلحة، ما زالت حتى هذه اللحظات تتفقد اللجان المختلفة. قائد المنطقة الشمالية كان قبل قليل يتفقد عدد من المناطق. هناك أيضا تفقد لمدرسة رأس التين من قبل رئيس أو مدير القوات البحرية الفريق أسامة الجندي، أجريت معه حوارا تحدث فيه عن يعني أهمية إنجاز هذا الاستفتاء. قال أن القوات البحرية تشارك في تأمين هذا الاستفتاء بعدد كافي من القوات، وقال أن هناك يعني تطبيق حازم للقانون في مواجهة أي خروج وفي مواجهة أي وقفات من المحتمل أن تحدث في اليومين المخصصين ل يعني عملية الاستفتاء. ما زال آلاف المواطنين السكندريين يتوجهون إلى مقر الانتخابات وإلى مقر أو مراكز الاقتراع. يعني كانت الأمور قد هدأت قبل قليل في عدد من المناطق، ولكن يعني ربما يعني الموظفون الذين خرجوا من أعمالهم يعني يتوجهون بكثافة في هذه الساعات لمواصلة عملية الاستفتاء. أي مظاهرات للإخوان محمد؟ نسبي في كافة الأرجاء نوران، هناك هدوء نسبي في كافة الأرجاء، فقط مناوشات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبين قوات الشرطة والقوات البحرية في منطقة سيدي بشر. تمكن قوات الأمن من فضها في خلال دقائق محدودة وفقا لتطبيق قانون الإرهاب، عفوا قانون التظاهر. أيضا مسيرة نسائية كانت في منطقة رأس التين أمام مدرسة رأس التين في منطقة الأنفوشي. هذا تقريبا هو الوضع العام في محافظة الأسكندرية إلى الآن، ومن المنتظر أن نتابع الأوضاع حتى إغلاق مقر لجان الاقتراع في 7 كما حددت اللجنة العليا للانتخابات في 9 مساء محمد طبعا تقصد. ولكن شكرا جزيلا على كل هذه المتابعة للأوضاع في محافظة الإسكندرية، ومنها نتحول